في يوم من الأيام وقف موسى عليه السلام هو وبني إسرائيل عشان يصلوا صلاة استسقاء، فبعد ما صلوا منزلش المطر، فسأل موسى ربه فقال له الله لن أستجيب لك ولا لمن معك، فبينكم عبد يعصيني منذ 40 سنة. فقال موسى وماذا نفعل؟ فقال الله عز وجل اخرجوه من بينكم. فقال موسى عليه السلام يا بني إسرائيل هناك رجل بيننا يعصي الله منذ 40 سنة ولن ينزل المطر إلا بعد أن يخرج. فعرف العبد نفسه وقال العبد بينه وبين نفسه يا رب أنا لو خرجت النهاردة بين الناس هتفضح، يا رب ليس أمامي إلا التوبة إلي فاغفر لي واسترني. فبعدها يا جماعة نزل المطر، فقال موسى يا رب نزل المطر ولم يخرج أحد. فقال الله لموسى نزل المطر لفرحتي بتوبة عبدي. فقال موسى يا رب دلني عليه لأفرح به. فقال الله لموسى يا موسى يعصيني 40 سنة وأستره، أيوم يتوب إلي أفضحه. وكده يبقى احنا كده وصلنا لآخر القصة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت بتتفرج على اليوتيوب.